إذا نتمم. أولا، دائما مساؤكم سعيد، الأحرار والحرائر فقط لا غير. إذا نعيد ونذكر، هادو اللي تقساوهم، ما قلنا لكم بأن هذاك النظام ضحايا النظامين، هذاك الملف جابته يعني العديد من التجاوزات والخروقات وتضارب المصالح. لا نقول شيئا آخر، تضارب المصالح راه مني جات اللجنة وجابوا واحد من وجدة، راه ما جابوش منها الفراغ، ومني جاو تاني وقسموا يعني هذوك اللي سموهم ضحايا النظامين إلى متقاعدين قبل من 2016 ومزاولين من 2016 وما بعد، ما جاش من الفراغ، وما جابوش هذاك من إقليم قلميمة، جابوها هكاك، كان داكشي مدروس وبعناية. انا ما داروش تسخيص داخل اللجان التقنيه والموضوعاتيه، من حطوا الاحصاء تحط ديال 55978، متقاعدين ما تيتسالوش هذاك الشيء، علاش هما كانوا تيجرجروا في هذا الملف ديال الحل ديال هذا الملف، باش اي فوج تيتقاعد تيتخلصوا منه، اللي مات تيتخلصوا منه، ما عندكش الحق. شي اللي تيقولوا خرجوا في عينيهم، سواء لا اللي كانوا تابعين النقابات لا المصالح الإدارية. من جاو في 2019 داروا الأصل، كان غادي يدوزوا المزاولين هذوك اللي طولتهم 80 دازتهم 80، هما اللي تعطلوا في الترقيات ديالهم، هما اللي يلاه المخير فيهم داز جوج مرات خلال 37 سنة، هما اللي كان خصهم يدوزوا المزاولين من 2019 وما بعد، سواء يكون مرتب في العاشر او يكون مرتب في التاسع، يكون متقاعد في التاسع او يكون متقاعد في العاشر، كل شيء خاصو يشملو هذاك الحل. اذا في الاول كان المزاولين 2019، عاود نزلو تاريخ المرجع الاول كما قلت 1/1/2019، هذاك هو تاريخ المفعول المالي والاداري اللي حددته النقابات، والنقابات اخذت لاكور من هادو اللي كانوا حاطينهم على رؤوس الجمعيات الجمعيه للمتقاعدين، بقاو تيتحكموا في المزاولين وهم اللي تيقوموا باتخاذ القرارات من اجل ايجاد الحلول، اللي في تقريبا في الاجتماع ديال غشت 2018 تاخذوا القرار وقالوا لهم خذوا القرار قبل ما تخرجوا تقاعد وتولوا يعني غير مستفيدين. ولكن للأسف المرسوم ما خرج حتى 26 جوان 2019 اللي تنشر في الجريدة الرسمية، هذاك هو تاريخ المفعول المالي والإداري، هذاك هو اللي خاصو يكون مزاولين، هذوك هما المزاولين من تما اللي خاص اللي تيستاد، اللي تقاعد قبل من هذاك التاريخ 26 جوان 2019 ما كانش يتسال نهائيا. لأن كيف يعقل احنا في 2012 حيدتونا قلتوا متقاعدين المزاولين، تجي في 2019 تفتح وتدوز المتقاعدين، و10200 خبيتوها دمستوها، لوائح ديال ضحايا الزنزانة التاسعة المادة 112، اللوائح خارجين بالترقية ديالهم، خارجين هادو بالترقية، ترقاو قبل ما